كثير مبسوطة إنه سنحت لي الفرصة إني أعمل هيك مقلب بزياد، لأنه صدقا كان معيشني برعب. كل ما بتجيني دعوة، كل ما بتجي مقابلة، ببقى إيدي على قلبي، يعني هذه حتكون مقلب ولا مش مقلب، كاميرا خفية ولا مش كاميرا خفية. اليوم صارت الفرصة ورح أريح قلبي. خلينا نشوف مع بعض شو بدنا نعمل في زياد. السلام عليكم. أهلا. مرحبا. السلام. كيفك؟ شو إن شاء الله بخير. الله يخليكي. أعتقد إنه أهم شيء ممكن تحتاجه بالصالة الأشياء اللي بتنحف، ما؟ أنت مختلط الصالة عندك ولا أوقات؟ لا، كل يعني النسوان لهم وقت والرجال لهم وقت. يعني بتطلع الجهاز بتشغله على الكهرباء بصير تمشي وبتركض، هذا بنزل وزن الستات يعني أهم جهاز للستات هذا هو. تعال أفرجيك الجهاز الأقوى فيهم. أيوه. هلأ هذا. أيوه. هذا أفضل جهاز على الإطلاق، وبرضو تيتي، أنت لاحظ كلهم ماركتهم تيتي. الله يسلم دياتك. إيه. لازم أنت يعني حتى تشوف المواصفات. هذا كم واحد يوسع؟ 2-3. كم واحد؟ واحد. كم بده يوسع؟ وحدة وزنها تقيل أو واحد وزنه تقيل. مثل ما قال. هاد شو ماركته؟ طلع، شفت كيف عم ترفع؟ أيوة. تيتي، عم بقول لك. هذا الجهاز الرائع. الفراج هي رجعنا نزلناه اذا ما بدنا نبذل جهد كبير. على كل حال يعني انا بفضل انت اذا بتحب تطلع تجرب. لا لا، انا ما قلي لل يعني المنتسبين. لا انا بيرجع بيرجع نريها بعدين. انا كيف هذا تيتي؟ تيتي كله تيتي. افضل من هيك ماركه ما في. اوكي، مش شايف كل الاجهزه مكتوب عليهم تمام. تيتي. وهاد شو؟ هدول عضلات. هم اذا بتحب ايه تشوف مثلا. أيوة. أيوة. هذا لبناء العضلات. لبناء العضلات. أيوة. هذاك تنحيف، هذا عضلات. أيوة. وهذا تيتي. أيوة. إيه باعتبار هي موجودة اللي بتنحط هون، ما بيأثر الواحد مثلا يحط دواليب سباحة مشان إذا وقع كذا، ما بدها. لا ما بدها. طالما في هي. يعمل ستوب الجهاز لحاله فورا. أوكي. طيب. هذا قلنا بدنا منه 2 من هذا. يا سيد محمد. ايوه عفوا. هذا بدنا منه 2 وهذا 2. ايه. وهذا مثل ما حكينا، هذا تيتي كله تيتي. اوكي شكرا، كله ماركة. اشكرك. قديش السعر هذا؟ اكتب لي سعره قديش جنبه. روح انت اسبقنا هناك اعمل السعر. هذا للمعدة. ايه هلا خلينا نشوف هدول اول، شو رأيك؟ ومرة ثانية نجي نشوف هدول. ايه ممكن. هذا شفت منه جهاز. ايه. هذا قديش سعره؟ هذا 700. ايوه 700. بتعرف هي أجهزة رياضية لها علاقة بالصحة. فهمت عليك. ايه بس يعني في صالة رياضية. إيه بس سألت عن هذاك الجهاز بمكان ثاني. منطقة شو اسمها؟ عبدون. ايه. قالوا لي اقل من هيك. حسبوا لي. رحت لهنيك مع واحد صديقي قال لي اقل من هيك حسبوا لك بعبدون؟ قال لي ب 450. شو الماركة؟ تيتي نفسها. لا ماركة تيتي هيك اسعارها ما في، لانه شيء بيعيش العمر يعني بتشتريه مره واحده وخلص. ان شاء الله. بس رجيني السعر بالله. فهمت. بس في شلف كانه هون بالسعر يعني. كيف حاسس انه يعني شايطه شوي القصه. ليش قد طلع؟ 2000، 3700، 500، 4000 هون. جهازين الكبار ب 4. فهمت عليك. مقارنة بأسعار مكان ثاني. هلا ماركات ثانية أنت حر. أنا جايباك على أحسن محل وأحسن ماركة. هاي اللي هي. أشكرك. يعني هلا قديش هدول حسابهم؟ بالآخر. قديش حساب؟ عملنا ديسكاونت على 6500 الله يخليك. يعني كثير 6500. أصلك 250 بتكرم. 250 منيح. هيك صاروا كويسين. طيب نجيب من السيارة بس حاطط الفلوس بالسيارة معليش. طيب ما يكون هون. بلا بس يعني أنا بدي أجيبهم. طيب يلا. معي مفتاح التابلو. أوكي.
يلا عن إذنكم ثواني. إيه هذا شو؟ إيه أوكي. إيه ما بعرف يعني أنا بقول إيه هي جبت الفلوس؟ طول بالك شوي يعني ما بعرف ما يعني حاسة إنه ما معك فلوس وعم نقول لك 6500 مع إنه أرخص أسعار هاي ولسه في شغلة تانية هو طلع غلطان بالسعر هم 8000 مو 6000 في خربطة يعني؟ إيه أنا بقول فلوس في يعني من خير الله وخيرك يعني بس أنا جاهزة بدنا السعر المعقول هلا أنا قارنت هذا الجهاز اللي هو تبع المعدة مع جهاز مثل ما حكيت لك لقيته فارق شوي يعني بالسعر. طب أنا بقترح عليك اقتراح معلش إحنا زملاء والأخ محمد أخ إلنا مش راح يزعل أنا بقول خد يعني خليك عقدك وخد أشياء لا خد شو ما معكش فلوس يا ما هلأ لا على بعض. شو ما معي معي شو ما معي ورحت هلأ شفتك برا وحايس وحالتك حالة لا جبتهم من التابلو بس مو ما معي طيب أنا ما بدي اياك تنحرج اذا انا يعني اذا انا ورطتك بشيء عرفت لا ما ورطتني بس هلا طلعتي لي بشغله ثانيه موضوع الارتفاع المفاجئ تقولي 6250 حسك متضايق يعني شوي من نسبة للسعر بس ما في مشكلة يعني احنا عذبناك وقصدتك بهالخدمة انا ما هو مشان هيك انا هاملي همك يعني ما انت ما لا لا مو ما معك يا اختي مو ما معي شو ما معي عم تحمليني هالوزر طب ادفع اذا معك يعني. لك في في بس يعني فوتي طلع لخايف اطلع اجيب لك الفرق يطلع يرتفع السعر مرة لا لا خلص لا لا هم 8000 لا هم 8000 احنا خالص ونفس نفس الماركة نفس الماركة تيتي نفس تيتي ايوه قديش طلعوا هلا 8000 على راسي تفضلي هي 6250 هلا هدول الك الفلوس فلوسك ما فلوسك شفتيني وقفت نشلت حدا مثلا ولا ابو الزوز انت متعود انه انت يعني تعمل فينا مقالب احنا الفنانين زملائك ومحدش قادر عليك ايه فاحنا قررنا نعمل فيك مقلب ونعمل فيك كاميرا خفيه ونورطك وندفعك بس انا ما بهون لي ادفعك 6250 واعطيك فاتوره واخذ الفلوس منك فتطلع هون هيك بتلاقي الكاميرا المخباية وكانت عم تصورك من البداية والله ما عليك سهلة اعترف اني عملت فيك مقلب وكاميرا خفية عملت فيني مقلب وكاميرا خفية وهن مو سعرهم هيك لا طبعا مو سعرهم هيك ها؟ ايه طبعا إيه ربع المبلغ اللي انت دافعه سعرهم استاذ والله فلوسك وماركتون تيتي تيتي طيب هلا انت عملتي مقلب مظبوط؟ اوكي ليه ما تأشر للناس تقول لهم مالك؟ حتى بدكش تحسسني بفرحة اني عملت لا فيك انت مقلب لا انت عملتي مقلب يعني وما شاء الله يعني مجتهدة وكويسة طيب عرفتي كيف وانا موافق على هذا المقلب موافق بس انت بدي توافقي هلا انت موافقة نعرض الاعلان اللي عملتيه الحلو بطلعتك على اقشاط وركبتك البسكليت اعلان شو دخل الاعلان بموضوعنا احنا عملنا اعلان هلا اعلان لشو لماركة تيتي تيتي لنعرضه تيتي شركة وهمية ما لا وهمية مزبوطة شو وهمية ماركة أنا دافعين لي فلوس مشان تطلعي أنت بالإعلان أمر طبيعي لا أنت بالاتفاق مع الأستاذ هيثم عاملين إنه أنا أجي أعمل دعاية لتيتي شو تيتي هاي ماركة اختصار لشو يعني اختصار ماركة أدوات رياضية فيها تيشرتات وفيها كذا حتنزلها على التلفزيون طبعا إعلان أنا الله يخليك أعطيني شريط اسمعيني شوي انت ما بدك انه انا اوافق على العرض مزبوط وافق على العرض احنا باي 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 لا 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 مبسوطين شكرا دير بالك انا ما حكيت معك قال لي بدنا نعمل مقلب بزياد لانه مجننا كممثلين انا شخصيا كنت مرعوبه وين ما بروح في اي لقاء في اي بكون مرعوبه تكون كاميرا خفيه هذيك اليوم نادوني لشي فيلم بده ينعمل بشهر 11 كنت خايفه يطلع كاميرا خفيه بقول لهم كاميرا خفيه من ورا انا موضوع الاعلان مرفوض تماما هلا انت بتعمل فيي انا هيك زياد احنا مش زملاء اعلان هذا ما في شيء يعني بسيط 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 انت ابن المهنه بتقول لي اعلان ما اعلان خلص أنت بعد هيك انا باخذ نص وانت نص ولا يهمك نص الاعلان قد ما بيطلع لي ما بدي فلوس يا اخي زياد بعرف كيف اعلان اعلان كثير اعلان لا بعرفك ولا بتعرفني الله يخليك انت بدك تاخذ اعطيني الشريط
ايدك. انا ما بخليك، ما بخليكي انا ما بخليكي الا رايقه، ما بخليكي الا ما بعرفك ولا بتعرفني. هو موضوع موضوع كل فلوس ما فلوس، هلا مو قصه فلوس، قصه مبدا. انت ابن مهنه. ايه انا تجيبيني لكان مشان انا جبتك مزحه كاميرا خفيه مو اعلان. ايه. وتقول لي فلوس، ما بدي فلوس انا. وانا جبتك مزحه. لا مو مزحه، انت عم بتقول لي اعلان يطلع على التلفزيون. تيتي لا شو تيتي؟ لا لا. هذا تيتي. ما رحتي مثل ما جيتي. هذا تيتي اسم برنامجنا تيتي تيتي، ومو اعلان ولا في شيء اجهزه اسمها تيتي تيتي. يعني ما في اعلان؟ ها؟ ما في اعلان؟ ما في اعلان، بس هو كاميرا خفيه فيكي. انه انت عملتي اعلان ورعبتيني من خلال انه عم بعمل فيك كاميرا خفيه. لا برضه انت رجعت عملت فيي انا بكاميرا خفيه، يعني مساوي. قد ما كنت خايفه رجعت وقعت بنفس المطب. زياد عن جد انا بهنيك. الله يخليكي. مكسب لنا والله وجودك برنامجنا تي 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 تي. زي ما رحتي مثل ما جيتي.